أهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامج طيارة. الأهلي والزمالك يتصارعون على عرش إفريقيا. لأول مرة الأهلي والزمالك هيقابلوا بعض في نهائي دوري أبطال إفريقيا. طبعا ده هيبقى نهائي الموت، نهائي الدمار، نهائي الحرب، زي ما كل الناس قالت عليه. الناس كلها خايفة جدا جدا من الماتش ده، سواء المشجعين الأهلاوية أو سواء المشجعين الزملكاوية. الفريقين هيقطعوا بعض لأول مرة يصلون في نهائي دوري أبطال إفريقيا قدام بعض. طبعا الماتش ده هيكون مهم جدا جدا في تاريخ الكرة المصرية بشكل مهم. تاريخ الكرة المصرية ما حصلش فيه قبل كده إن فيه فريقين مصريين اتقابلوا في نهائي دوري أبطال إفريقيا، باكتساح الفريقين في دوري أبطال إفريقيا على المنافسين المغارب وقبليهم في دور المجموعات أو حتى دور الستاشر أو دور الثمانية والتصفيات المؤهلة للنهائي. الأهلي والزمالك يصلون عن جدارة واستحقاق إلى النهائي، وهيتقابلوا إن شاء الله يوم 27 في ملعب برج العرب الساعة 9 مساء. الأهلي والزمالك هيكسروا كل المقاييس وكل الحدود وكل حاجة ممكن أي حد كان يتخيلها في مجموع الماتشين. الأهلي كسب الوداد 5-1 بمجموع الماتشين، 2 رايح و3-1 راجع، والزمالك خسر الرجاء 1-0 هناك و3-1 هنا. هي طبعا المفروض 4-1، بس هي هنقول 3-1 لأن في جون في الآخر أوفسايد، وكان جون مزيكا وجون روعة وخربوا الدنيا وعملوا حاجات حلوة وأسيستات، وكان الرايق فرجاني مكسر الدنيا. طبعا طبعا هنتكلم عن ماتشنا المهم واللي كل الناس مستنياه وكل الناس مستنية تتفرج عليه، لأنه هيكون صراع مدمر مدمر بكل المقاييس. أنا ما بهزرش، دي حقيقة. هيكون صراع بين رؤساء الأندية وهيكون صراع بين اللعيبة طبعا داخل المستطيل الأخضر، هتكون مذبحة، لأن مش هينفع لأي لاعب إنه هيغلط أو أي لاعب هيتخاذل في الماتش ده، الجمهور هيشرد له. طبعا طبعا وهيكون صراع بين الإعلام. آلة الإعلام لكلا الفريقين هتشتغل بشكل مهم جدا، لأن ده ماتش ما حصلش تقريبا من لأول مرة في تاريخهم. فطبعا الآلة الإعلامية والآلة الجماهيرية كمان لن ترضى إلا بالكأس. الزمالك يبحث عن السادسة والأهلي يبحث عن التاسعة. عن زي ما احنا عارفين، نادي الزمالك فاز بآخر بطولة وهي الخامسة في سنة 2002، ده قبل التاريخ تقريبا. فطبعا البطولة دي هتبقى مهمة جدا 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 بالنسبة للعيبة أساسا، والجماهير طبعا هتكسر الدنيا لو حصل النادي الزمالك فاز بالبطولة دي. وطبعا بالنسبة للنادي الأهلي ما فاز بيها تقريبا من 2013، ما فازش بيها من 2013. فطبعا الموضوع هيبقى صعب جدا على الفريقين، لان الاهلي وصل للنهائي كذا مره وما خدوش، والزمالك نفس الكلام، يا اما بيوصل لدور قبل النهائي او ما بيعرفش يوصل لادوار متقدمه. فده جيل مهم جدا من نادي الزمالك، هو لازم لازم يكونوا قد المسؤوليه، يقدروا يعملوا ماتش يليق بيهم حتى لو خسروا. نفس الكلام النادي الاهلي، طبعا زي ما الكل عارف ان النادي الاهلي اساسا جماهيره ما بتقبلش غير بالفوز، اي حاجه تحت اي مسمى تاني ما بيقبلوش بيها، سواء غلطات في الاداريين او الجهاز الفني او اللعيبه، الجماهير ما بتقبلش بيهم. فطبعا طبعا ده هيولد لنا ماتش عنيف جدا على كافه الاصعده، 90 دقيقه ضرب نار، وممكن نوصل لل 120 دقيقه، وممكن ال 120 دقيقه ما تحسمش الماتش ونروح لركلات الحظ. طبعا كل فريق بيحلم بالبطولة دي، وعلى حساب مين؟ هيبقى على حساب المنافس الأزلي. يعني أي فريق هيكسب بالبطولة دي هيدمر النادي اللي قصاده، هو النادي الأزلي ليه، الغريم الأزلي ليه. زي مثلا على سبيل المثال ريفر بليت والبوكا جونيورز لما قابلوا بعض في كأس الكوبا ريبرتادوريز بتاع أمريكا الجنوبية. طبعا كان ماتش دمار وماتش تقيل جدا وماتش صعب جدا على اللعيبة وعلى الجماهير، والجماهير بالأخص لما ضربوا الاتوبيس بتاع ريفر بليت لما راح عند البوكا، ونفس الكلام لما رجعوا لهم واضطروا ان هم ينقلوا الماتش لاسبانيا. ماتش ده هيبقى نفس الكلام، بس طبعا هنا دي رساله موجهه لكل الجمهور، سواء اهلاوي او زملكاوي او اسماعيلاوي بيشجع الاهلي او اسماعيلاوي بيشجع الزمالك، لازم كل واحد يخلي باله من النقطه دي. احنا مش عايزين ماتش زي ده يوصلنا للعالميه وهيخلي لينا أسبقية والعالم كله هيتفرج علينا بعد ما اتكلم عليه
محمد صلاح والتسويق الكبير للماتش في افريقيا وبره افريقيا نفلت من سياق الامور. يعني نتخانق مع بعض ونشد في بعض ونضرب بعض، الكلام ده مرفوض تماما. ده ماتش مهم جدا بالنسبة للفريقين، وبطولة مهمة جدا بالنسبة للفريقين. طبعا طبعا زي ما احنا عارفين اللي هيكسبها هيتأهل على طول لكأس العالم. وطبعا لازم كل الجماهير تخلي بالها، ما ينفعش نشد في بعضينا ونضايق بعضينا، عشان في الآخر ده ماتش هيوجه لصورة مصر قدام العالم. ده ماتش المفروض نسوق بيه للكورة العالمية، احنا موجودين، احنا على الخريطة، الناس كلها لازم تتفرج علينا، احنا ناديين كبار. طبعا نادي الزمالك، نادي الفن والهندسة، هيقابل نادي القرن، موضوع كبير جدا والموضوع مش سهل. وطبعا ده هيبقى معنويات للنادي الاهلي لانه عايز يرجع هيبته، لو فاكرين الخسارة قدام نادي الزمالك في الدوري. وطبعا نادي الزمالك عايز يقول للعالم كله انا موجود وانا اقدر، وانا اقدر اجيب البطولة عادي جدا بعد ما فزت السنة اللي فاتت بالكونفدرالية، الموضوع سهل جدا وبسيط. فكلا الفريقين معاهم منظومة مهمة جدا ولعيبة مهمة جدا، وتقريبا نادي الزمالك ما جالوش لعيبة بالجودات دي والفنيات دي من فترة. فطبعا لازم يحافظ على كل الهيبة اللي هو عملها سواء قدام الرجاء او اي فريق قبله في البطولة. السنة دي نادي الزمالك السنة دي نادي قوي جدا بغض النظر عن اللي حصل في الدوري، هو فعلا نادي قوي، نادي الكتاب بيقول كده، لا نادي لازم الناس تتعلم من الدماغ اللي حصلت قدام ماتش الرجاء، سواء الماتش الاولاني او الماتش التاني. هو نازل بيدافع، نازل عايز ياخد التأهل من هناك ويرجع ياخد حلقة اللي يكسب جون ويقفل وشكرا. ودي هتبقى مشكلة قدام النادي الاهلي مهمة جدا، لازم المدرب ياخد باله منها. نادي الزمالك نادي بيعرف يدافع كويس جدا، يقدر يجيب الجون ويعرف امتى يرجع وامتى يهاجم وامتى يدافع، ولما بيهاجم عنده اطراف قوية جدا زي بن شرقي وزي زيزو وزي مصطفى محمد. طبعا الكلام ده هنتكلم فيه بعدين قبل الماتش طبعا. وطبعا 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 مش عايزين ننسى اللي لازم نرفع له القبعة ونسقف له سقفة، فرجاني ساسي، اقسم بالله ده معلم، ده واحد دماغه حلوة جدا، حاجة كده ما حصلتش من زمان. يعني من زمان كده ما شفتش لاعب بيضرب ببطن وشه الامامي ده ويوديها في البعيدة، ده حاجة يعني فظيع بصراحة. فدي رسالة مهمة جدا لكل الزملكاوية، لازم تظبطوا نفسكم عشان الماتش ده ما يجيبش جلطة لناس كتيرة. دي حاجة مهمة لازم كل واحد يخلي باله منها، يعني خليكوا جنب المستشفى مثلا، يعني محدش ايه كله خلي باله ماشي. طبعا ننتقل للنادي الاهلي. النادي الاهلي زي ما احنا عارفين هو لعب نهائيات كتيرة وخسرها، ولعب نهائيات كتيرة وبرضه كسبها، ونادي دايما معروف ونادي القرن والناس كلها عارفاه، ونادي بيطلع اشخاص عمالقة، ونادي يعرف امتى يهاجم وامتى يدافع وامتى يعمل كل حاجة في الملعب وفي الكورة وجماهير، يعني حاجة مهمة وحاجة كبيرة ماشي. النادي الاهلي قوته الهجومية تتركز في الاطراف في اخر فترة، يعني علي معلول، طبعا عودة علي معلول هتكون مشكلة كبيرة جدا، وهي في الحقيقة تبقى سلاح ذو حدين لنادي الزمالك، سلاح طبعا هيبقى سلاح هجومي فتاك. طبعا كلنا عارفين زيادات علي معلول الهجومية بتدمر اي فريق قصاده، وما فيش مدافع اتذكر انه قدر يوقف علي معلول قدر يوقف علي معلول لما بدأ يهاجم. وهتبقى برضو مشكلة في الدفاع، لان علي معلول لما بيطلع بيسيب وراه مساحات، فده بيدي فرصة للمهاجمين في الكونتر اتاك ان هم يدخلوا ويجيبوا اجوان او يعملوا فرص من خلالها. فطبعا دي مشكلة لازم يبص لها موسيماني، لازم يخلي باله من النقطة دي. طبعا احنا لسه النهاردة يعني لسه فاضل شوية حلوين على الماتش، فلازم الفريقين يعدوا العدة للماتش ده، لان فعلا الماتش ده هيحدد مين الفريق اللي هيبقى من حقه فعلا ان هو يتقال عليه نادي القرن سواء الصراع الاخير او اي حاجة. هما فريقين مهمين في الكرة المصرية حتى على مستوى المنتخب فيما بعد. جت فترة توقعات تشكيلات الفريقين بالنسبة لنادي الزمالك، الوضع مش هيتغير كتير جدا إلا إذا حدث شيء في المعسكرات بتاعة اللعيبة، معسكرات المنتخبات طبعا.
الا اذا حصل شيء، سواء ربنا يشفي الجميع او يعفي الجميع او يحمي الجميع من فيروس كورونا، ان محدش يتصاب بيه ويضطر ان هو يقعد زي ما حصل مع فرجاني ساسي في الماتش الاولاني. فطبعا تشكيلة فريق الزمالك هي مش هتتغير كتير، او لو حصل تغيير هيحصل على مستوى لاعب او اتنين. طبعا زي ما احنا عارفين في حراسة المرمى هيبقى ابو جبل، وعلى اليمين احمد عيد، وعلى الشمال هيبقى عبد الله جمعة، وقلبين الدفاع مش هيتغيروا برضو الا اذا حدث حاجة زي ما قلت لكم، محمود علاء وحمدي فتحي. ثلاثي نص الملعب ده تقريبا مش هيتغير لانه مهم جدا، وهو الدينامو بتاع الفريق. طارق حامد طبعا وفرجاني ساسي. طبعا انا اللاعب اللي اتوقع انه يحصل فيه تغيير هو هيبقى اسلام جابر. انا عندي يعني شك كده ان هو ده اللاعب اللي ممكن يتغير في تشكيل الزمالك. طبعا على اليمين هيبقى سيد زيزو، وعلى الشمال هيبقى اشرف بن شرقي، وفي الهجوم طبعا 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 المدمر مصطفى محمد. النادي الاهلي التغيرات هتكون يعني كبيره شويه، او يعني الى حد ما. طبعا برحيل الاسطوره احمد فتحي عن النادي الاهلي هيحل مكانه علي معلول زي ما هو هيرجع لمكانه الطبيعي، وعلى اليمين هيبقى محمد هاني، يبقى على اليسار علي معلول وعلى اليمين محمد هاني. المشكله كلها او التغيير اللي هيحصل ممكن يكون على مستوى الدفاعات او الديفندرات. ماشي، في قلبين الدفاع هيبقى ايمن اشرف وياسر ابراهيم، ده زي الماتش اللي فات عموما، ايمن اشرف او ياسر ابراهيم. ممكن التغيير يحصل في كلا الاثنين، كده كده ايمن اشرف بيتثبت وياسر ابراهيم نفس الكلام، بس ممكن يحصل حاجه يتضاف عمرو ربيعه، هو ده اللي ممكن يكون التالت بتاعهم او البديل بتاعهم. وعندنا بره كذا لاعب يقدروا يؤدوا المهمات دي ما فيهاش مشكله. طبعا نص الملعب مش هيحصل فيه تغير بنسبه كبيره، لان اللاعبين اللي هيلعبوا ارتكاز او هيزيدوا او هيقلوا هم معروفين من اول الموسم، سواء بيلعبوا في دوري او كاس او دوري ابطال افريقيا او اي حاجه. هيبقى اليو ديانج وعمرو السوليه. وطبعا الهجوم هيبقى مؤلف من هجوم رباعي، واحد صانع العاب وثلاثه هجوم، واحد يمين واحد شمال واحد راس حربة. راس الحربة احنا عارفين كده كده هيبقى مروان محسن. لو حصل تغيير، وطبعا مش هيبقى على مستوى الماتش كله، ممكن يحط بداله اليو باجي. طبعا بالنسبة لصانع الالعاب، وده مهم جدا جدا جدا، عندك محمد مجدي قفشة او حمدي فتحي. انا اتوقع ان هو هيبدأ بمحمد مجدي قفشة، لان بسبب خبرته الفترة اللي فاتت في دوري ابطال افريقيا، وبسبب تألقه الكبير قوي في دوري الابطال هيلعب بيه. وممكن البديل هيبقى محمد مجدي قفشه، في الحاله دي هيبقى حمدي فتحي. على اليمين هيبقى جاي او الشحات او الناحيه التانية، يعني على اليمين هيبقى جاي، على الشمال هيبقى الشحات، لسه ما نعرفش، او العكس، يعني هما الاثنين بيأدوا في المكانين عادي جدا. وطبعا في الهجوم زي ما قلنا قبل كده هيبقى مروان محسن. التشكيل مش هيتغير جدا، وما اعتقدش ان اي لاعب هيتحط في اي مكان مش هيأدي، لان ده ماتش مهم جدا. حتى لو جون جبته يلعب هجوم انا متاكد انه هيأدي، لان ده ماتش معنوياته تختلف، العبر بتاعته تختلف، دفعاته تختلف، البطوله حتى معناها مختلف. يعني حتى لما الاهلي كان بيقابل حد في النهائيات اللي قبل كده كان الوضع ما بيبقاش حساس للدرجه دي. كل الجماهير الاهلاويه اللي انا اعرفهم عندهم مشكله من اليوم ده، يقول لك احنا لو خسرنا ممكن نبات يوميها في المستشفى. ونفس الكلام الجماهير الزملكاويه، كل الناس منتظره الماتش ده، وكل الناس يعني حاطه عيونها عليه، وكل الناس حاطه املها واملها الكبير قوي كمان على لعيبتها. بالنسبه لاي فريق فيهم الماتش مهم، الماتش صعب، وفي نفس الوقت هيبقى دافع ليهم الجماهير. يعني اعتقد ان اي لاعب سواء هيلعب او هيشجع من بره او مش داخل القايمه، او لا قدر الله ربنا يعفو عن الجميع، مصاب بفيروس كورونا ربنا يشفيه، هيبقى على قد المسؤولية، هيبقى على قد مسؤولية التصريحات، على قد مسؤولية المعنى للماتش المهم ده. فأتمنى من الجميع إن هو يتم ضبط النفس في الماتش ده، وأرجوك أرجوك ما تعملش أي مشاكل أو أي شتايم أو أي حاجة من أي نوع، لأن ده في الآخر هيضر بينا ككل. وفي النهاية كان معكم كريم عوض من برنامج طيارة. واستنى هنا، تعالى بس اقول لك على حاجه مهمه جدا قبل ما تقفل الفيديو ده. لو سمحت تكرم علينا من فضلك، تنزل تعمل لايك وتعمل لنا اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك جديدنا او يوصلك جديدنا طبعا اول باول. واتمنى من الناس كلها، ماشي، ما تتضايقش طبعا من اسلوب او اي حاجه، لان دي اول مره تقريبا اقف قدام كاميرا واتكلم
وحلل متوشة واي حاجة ليها علاقة اصلا بالكورة، فاعذروني. وما تنسوش برضو يعني معلش برضو انزل اعمل سبسكرايب دلوقتي، عشان ايه؟ انا احبك كده يا عم، بالحب يا جدعان مش كده.